سيادنا السلام الله عليكم. العرض اللي عندنا لكم اليوم من مدينة حد السوالم، واحد الشقة جات في السونتر ديال المدينة بجوج ديال الواجهات، 95 متر مربع، فيها ثلاثة البيوت وصالون، جوج الحمامات ومطبخ، وثلاثة ديال البالكوات. هاد الشقة جات في الطابق الأول، مازال عندنا وحدة في الطابق الثاني، وعندنا ريتشوسي يعني الموبل باقي كامل، موبل سكني اير بليز دو بجوج ديال الواجهات، وسفلية بالكراج. بالنسبة للدروج ديال الموبل مخدومين على هاد الشكل، درجات مريحين ما شاء الله. بالنسبة للباب ديال لونتخي ديال الشقة، باب ديال الخشب نوع جيد اللهم بارك. بالنسبة للدخلة كنلقاو هاد السيجور هذا ما شاء الله، جاب واحد المساحة كبيرة اللهم بارك. بالنسبة للصباغة ديال الحيط راها صباغة ديال الخيال. بالنسبة للأرضية ما شاء الله مخدومة بالزليج، مخدومة خدمة متقونة اللهم بارك. بالنسبة للبلافون راه مخدوم بالقبس، شكل اللي ما شاء الله رائع. إضاءة راه كاين لي سبوت، كاين نيو ما شاء الله. هذه هي الدخلة ديال الموبل، الباب ديال الخشب اللي هو هذا. وعندنا من بعد الدخلة كنلقاو على اليمين عندنا الحمام المشترك اللي جاب واحد المساحة ما شاء الله كبيرة. زليج مخدوم بشكل ممتاز. بالنسبة للبلافون عندنا القبص مخدوم بهذا الشكل هذا، عندنا فيه ثلاثة ديال لي بانيل، وعندنا فيه الرياحة. بالنسبة للميلونجور، ميلونجور إينوكس ما شاء الله كيصديش. بالنسبة للسانيتير، سانيتير لا مارك معروفة في السوق. عندنا هاد الفاسك هذا ان شاء الله اللهم بارك. وعندنا المرآة اللي ما شاء الله جات رائعة ما شاء الله. من بعد الحمام عندنا الصالون اللي جا هاد المساحة كبيرة. بالنسبة للأرضية ديالو خدمة بزليج رائع، صباغة اللهم بارك، صباغة الخيال، خدمة بواحد الرماجي ما شاء الله رائع. بالنسبة للصالة سويت التلفازة راه كاينة في البيوت كاملين ما شاء الله. عندنا سرجم ديال الألمنيوم، سرجم كبير خدم نوع جيد ديال الألمنيوم، سرجم كيطل على البالكون ما شاء الله. وعندنا من بعد الصالون عندنا المطبخ، المطبخ اللي ما شاء الله مجهز، مازال ما ركبناش الفران والفورنو ولاهوت. من هنا الاسبوع ان شاء الله المقبل غادي يكونوا راكبين باذن الله. عندنا هنا بلاصه الثلاجه، هنا البلاصه ديال الفران ان شاء الله غادي يكون راكب باذن الله، وعندنا الفورنو، عندنا بلاصة ديال لاهوت، عندنا هنا بلاصة ديال ماكينة الصابون. بالنسبة للبلافون عندنا فيه النيو، عندنا لي سبور ما شاء الله، عندنا البالكون اللي هو هذا، عندنا فيه بلاصة ديال لاستراسيون ديال الشوفو. دائما عندنا السيجور اللي ما شاء الله خدوم بواحد الشكل اللي ما شاء الله غزال ورائع. بالنسبة للانترفون جا عندنا هاد البلاصة هادي تكي على الحيط ديال الكوزينة، وجا هاد الصباغة اللي ما شاء الله عطات واحد اللمسة اللي رائعة ما شاء الله. عندنا هاد البيت هذا اللي جا شوكة، عندنا فيه بالكون اللي الباب ديالو هو هذا، وعندنا فيه السرجم. بالنسبة للبلافون هانتوما كتشاهدو معايا القبص بالنيو ولي سبور. بالنسبة للبالكون راه جا شوكة شاد اتجاه من الجهه اللي من جويه بجوج. بالنسبه للصباغه راها صباغه ديال الخيال نوع جيد، بيبان ديال البيوتا راه مخدومين
بعود نوع جيد ما شاء الله. وعندنا البيت الثانية اللي جات مخدومة وواحد فينيسيون ما شاء الله غزالة ومساحة كبيرة تبارك الله. هذا البيت هذا يقدر يتفرج بحال الشكل ديال الصالون، اللهم بارك. بلاصة الانستالاسيون ديال التلفاز كيف سبق وقلت لكم راه كاينة في البيوت كاملين، اللهم بارك. بالنسبة للناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على قبل هاد الشقة أو على قبل الموبل كامل، راه مازال متوفر. نعود نذكركم أنه موبل سكني بالكراج إير بليس دو، جوج ديال الواجهات في السونتر ديال مدينة تحت سوالم. عندنا الريتشوسي والبخومي والدوزيام، جوج ديال الواجهات. عندنا هذا البيت الثالثة اللي هو بيت نعاس اللي ما شاء الله عندنا فيه حتى هو بالكون، اللهم بارك. وعندنا فيه بلاكار وعندنا فيه دريسينغ. بلاكار هو هذا، بلاكار كوليس. عندنا هاد البلاصة هادي ديال كومبلي وقواماج ما شاء الله، بيبان ما شاء الله كوليس ما شاء الله رائعين. عندنا لي زيطاجير. بالنسبة للبلافون عندنا فيه القبص، فيه لي سبوت والنيو تبارك الله ما شاء الله. وعندنا الدريسينغ اللي جا قدام الحمام وخلف الباب ديال الدخله كيف ما كتشاهدوا معايا اللي هو هذا. بالنسبه للحمام ديال بيت النعاس جا بواحد المساحه كبيره وجا مخدوم بواحد لافينيسيون ما شاء الله غزاله، لا من ناحيه الزليج لا من ناحيه السانيتير، يعني نوع جيد اللي ما كيصديش. هاد لامارك راها معروفه في السوق الله ما شاء الله. بالنسبة للثمن ديال هاد الشقة هادي اللي هي نموذج ديال شقة واحدة أخرى وقعت في الطابق الثاني، للمساحة 95 متر مربع والثمن كيبقى في 64 مليون. طبعا هاد الثمن قابل للتفاوض. بالنسبة للناس اللي بغاو يتواصلوا معنا مرحبا بهم، هاد العرض راه مازال متوفر عندنا. الرقم ديالنا اللي هو 07 66 78 30 12. الى هنا اخوتي الله يعاونكم، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في عرض جديد ونلقاكم في صحة جيدة ان شاء الله. الى اللقاء.